للوقوف أكثر على موجة الانفلات الأمني المتزايدة في العراق، خلال هذا الأسبوع ينضم إلينا الأستاذ قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب من بغداد. أستاذ قحطان الخفاجي، مرحبا بك. لم يمر إلا يوم واحد على تفجيرات ساحة الطيران حتى عادت الصواريخ لتسقط قرب مطار بغداد في محاولة لاستهداف قواعد أمريكية في العراق. ما تفسيركم لموجة الانفلات الأمني المتزايدة التي تعصف بالعراق خلال هذا الأسبوع؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. هذا تأكد على حقيقة انفلات الأمني بأكثر من جانب. هو انفلات أمني، وعراق مستباح أمام قوى الشر والتكفير والإجرام، وهو أيضا عراق مستباح أمام قوى سياسية متنفذة بالشأن العراقي تدعي الانتماء للعراق، ولكنها في حقيقة الأمر تنتمي إلى جهات خارجية لا علاقة للعراق بها. إذن هو انفلات أمني وانفتاح أمني غير مسبوق على أكثر من صعيد، وهذا ما أكد حالتي التفجيرين الإفراديين الذي حصل في ساحة طهران، والذي سقطت الصواريخ على عوائل آمنة في محيط منطقة المطار. طيب، هذه التفجيرات التي حصلت في ساحة الطيران عقبها أيضا صواريخ وجهت إلى ضد المصالح الأمريكية على المستويين الداخلي والدولي. يعني هناك من يرى أن هذه التفجيرات والصواريخ إنما هي رسالة موجهة للإدارة الأمريكية الجديدة. يعني كيف تنظر إلى هذين الحدثين المتتاليين؟ إلى أي مدى يمكن برأيك قراءة المشهد على هذا النحو؟ الأمور بهذه الحالة هو لديه قصر نظر وعدم وضوح رؤية وعدم فهم إلى حقيقة التوجه الأمريكي أو كيفية تدار الأمور الأمريكية. تأكيد الأمريكية تدار بشكل مؤسسات لا علاقة له بالشخوص وتغييرها جانب آخر. هذه الحالة أو هذه التجدد للقصف هو تكملة إلى موقف معين للأحزاب القوى المسلحة الميليشياوية التابعة لإيران، لأن تكون جزء من حالة الصراع الأمريكي الإيراني. إذن هي عملية استكمال إلى ذات النهج، وهو النهج التصعيدي بين كل من إيران وأمريكا على الساحة العراقية، ظن من هذه الفصائل أنها بهذه الآلية أنها قد تثني الإرادة الأمريكية من برنامج معين قد تعده ضد هذه الفصائل، أو بالأحرى ضد إيران وحجم نفوذها في العراق والمنطقة. طيب، الكاظمي من جهته تعهد بملاحقة السلاح المنفلت، كيف تنظر إلى موقف الكاظمي مما يجري؟ حقيقة موقف لا يحسد عليه رغم التقاطع الكامل معه، وعلامات استفهام كثيرة على كيفية إتيان به وتسلطه في هذا المكان، ولكن هو لا يعرف حقيقة الأمر كيف يعمل، وهذه الحالة تزيد الطين بلة. فهو في تغييره الأخير إجراء ليس في الصحيح نهائيا، لأن الذي حصل هو انفلات الواضع على مستوى العملية الأمنية برمتها كما هو الحالة السياسية. اثنين، الترقيعات حالة مألوفة منذ مجيء الكاظمي وقبل الكاظمي، دائما كانت الحلول الترقيعية لا تقدم ولا تسمن من شيء، وبالتالي الكاظمي يحاول أن يظهر أنه يقوم بإجراءات معينة، ولكن الواقع الحالي يقول أن الساحة ما زالت منفلتة، والأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة اللامنضبطة للدولة هي التي تتحكم بالشأن العراقي، ولا قوة ولا قدرة للجهات الرسمية أن تتابع هؤلاء. طيب، أيضا أستاذ قحطان، السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة في العراق لتأمين المنطقة الخضراء، كيف تنظر إلى ذلك في هذا التوقيت؟ فيصل حيوي، ونقطة تحول كبيرة في حجم التداخل والتكامل إن صح التعبير ما بين الإجراءات الأمنية الرسمية لكاظمي وحكومته وبين الإدارة الأمريكية. هكذا التوجه وهكذا دعم هو دل على أن هناك صفحة قادمة من التنسيق بين هذه بين الطرفان لأجل أن ترتب الحالة الأمنية على الأقل تقريب صورتها العامة للوضع الأمني، ولكن في واقع الحال هي عملية تكامل بين الجهد الدولي معبرا بأمريكا وبين حكومة بغداد والإدارة الرسمية للحكومة العراقية. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.